جلدك رفيع ممكن تتأثر بكلمة وتغير اتجاهك؟ طبعا ممكن تأثر بكلمة، لأن أنا بني آدم عندي أحاسيس. يعني أنا ممكن أشوف واحد بيشحت أبقى عايز أعمل فيلم. طب واللي غير اللي غير اتجاهك، عمود في جورنان، بوست على الفيسبوك، ولا واحدة قابلته في الشارع؟ الأصدق، الأصدق. يعني ممكن يبقى في عمود في جورنان، ممكن أنا في مثلا ساعات أقرأ حاجة لناقد ألاقيها صادقة تمسني، ملهاش أهواء، تأثر فيك، ملهاش أهواء، كويس، مجردة، بيفتح لك، بيشاور لك على اتجاه، فتقوم رايح، تفضل روح، تستوي زي وزي الناس العادية. كويس، ممكن أنا أتعلم من النقد فرجة، أتعلم فرجة، يعلمني فرجة، يعلمني إن أنا أشوف الفيلم الأمريكاني ده إزاي حلو، صح. بس ده نوع من، أنا بعتبره نوع من الأدب، زي الرواية، زي حاجات زي كده. إنما الصناعة نفسها ليها وممكن واحد يقولك في الشارع حاجة تغير تفكيرك؟ طبعا لا، أنا لا ده ما عنديش شخصية، خلي بالك. لا انت واضح انك على طول مشغول بشخصيه. لا عندي 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 احساس. يعني انا افتكر انه في مره كنت راكب مترو الانفاق وراجع بالليل، فنزلت، ده قبل عمرو سعد الظاهره، قبل عمرو سعد الغلبان، انا لسه غلبان يعني. نزلت من المترو، فكان في محل عصير قصب، فرايح اشرب منه كوبايه عصير قصب وانا راجع بالليل يعني. فلقيت ولد عنده 7 سنين، شكله جميل كده، ودانه كده مترطقة ويعني واسعة كده، ساكت خالص، لن أنسى الموضوع ده، وماسك بخور، وأصلا دول بيبقوا الصبح يعني بتوع الصبح، ده جاي تقريبا يعني هوملس كده ماشي مش عارف يعمل ايه، فماسك بتاع البخور كده واقف قديمة وساكت خالص، ما بيعملش حاجة خالص، واقف كده ويعني عايز ينام، خلصان، كويس؟ تعب. فأنا الراجل بيحط عصير قصب، رحت معيط صراحة، أنا عيطت، ورحت مدي الواد ده كل اللي في جيبه، هم مش كتير، رحت مدي له القصب، وقعدت أفكر فيه سنين، الصورة طبعت في الصورة طبعت. فده الواد ده، كويس، أنا بقيت عايز أخده معايا، كويس، الواد ده وغيره ألهمني حاجات في الأفلام اللي أنا بعملها وفي الشخصيات، خد بالك. بس دي شغلانه صعبه قوي، ما عداش يا شريف، بس ده ما عداش، دي صعبه قوي بقى، انك تفضل طول الوقت كده، انت كده مش ملتزم بقى بسكريبت عجبك وبانتاج محترم وبمخرج عظيم، لا انت كل شويه عايز تعشق حاجه من تجربتك. لا ملتزم طبعا، لانه لا ملتزم جدا، لانه في الاخر لا انا مش قصدي ملتزم، انت ملتزم، لا يعني اقول لك انت على طول بتعشق حاجه من دماغك. انا فاهم حضرتك كويس، بس انا مثلا لا، لو اجي اشتغل مع مخرج قوي خلاص انا بستسلم لموضوعه، لانه ده مش موضوع انا، كويس، لكن اذا سمح لي المخرج انا اشاور له على موضوعه تفصيله، واوقات ممكن تعجبه لان احنا بني ادمين، كويس، ممكن تشغله، بس انا مهموم بفكر في الحاجات التفاصيل اللي انا عشتها، وبحط فيها من الشخصيات اللي انا بعملها. لان حياتي بتهيألي كانت سريه شويه يعني، شفت كتير، وكان عندي ملاحظه، لان اتعلمت رسم، اتعلمت ديكور ورسم، فقدرت اشوف الفريمات يعني، قدرت اشوف، انا مش عايز اتكلم عن نفسي يعني، بس ماشي. يعني انا بشرح للناس انت بتفكر ازاي، انا جوائي، قول لي